هل من السنة ألا تغير جلستك بعد السلام؟ هل من السنة ألا تغير جلستك بعد السلام من الصلاة حتى تقول أستغفر الله ثلاثا ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره؟ نعم ورد وهو ثان رجليه، إذا قال الذكر وهو ثان رجليه يدل على أنه ما يغير جلسته حتى يأتي بالذكر الوارد. نعم، لكن إذا كان يحتاج إلى يتوجع رجله ولا ما يستطيع ولا ما في مانع، لكن إذا كان يستطيع فالأفضل أنه ما ينقض جلسته حتى يأتي بالأذكار. نعم.